يزن النعيمات يسجل هدف الأردن الأول أمام العراق. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. تقدم منتخب الأردن بالهدف الأول أمام العراق في المباراة الجارية بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023. منتخب الأردن يلاقي العراق في إطار مواجهات دور 16 من عمر مباريات بطولة كأس آسيا المقامة بقطر. وسجل منتخب الأردن الأول اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول بعد أن قطع تمريرة بين ثنائي العراق وانطلق بالكرة من وسط الملعب منفردا بالمرمى ووضع الكرة ببراعة فوق حسن جلال حارس العراق. تأهل منتخب الأردن ضمن أفضل منتخبات حصلت على المركز الثالث في مجموعات كأس آسيا، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل العراق متصدرا للمجموعة الرابعة في كأس آسيا برصيد 9 نقاط من الفوز على أندونيسيا واليابان وفيتنام. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.